ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني باسمه جل وعلا أبتدئ القراءة متبركاً باسمه جل وعلا. ومعنى الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة من صفاته وهي صفة الرحمة، نثبتها لله جل وعلا ثبوتاً يليق بجلاله جل في علاه، وهذه رحمته يرحم بها عباده. والرحيم هكذا هو أيضاً اسم من أسماء الله جل وعلا، والفرق بين الرحمن والرحيم مع اشتراكهما في المعنى أن الرحمن رحمة عامة وأن الرحيم رحمة خاصة، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم الحمد لله رب العالمين، الحمد بأل تفيد الاستغراق، يعني جميع المحامد أنا أجعلها لله جل وعلا وأعترف بها لله جل وعلا، وليس أحد من الخلق أحمده بجميع المحامد إلا رب العالمين. فلذلك ما يجوز أن تقول إن جميع المحامد لفلان أبداً، إنما فلان يحمد على كذا أو على كذا أو على كذا، ولذلك لا يحمد على المكروه إلا رب العالمين جل في علاه. والحمد حقيقته أن تقول الحمد لله، فإذا قيل لك احمد الله معناه أن تقول الحمد لله، وحقيقة الحمد هو الثناء على الله جل وعلا ومدح الله جل وعلا بما يليق به من الصفات ونعوت الجلال والكمال جل في علاه. وقال بعض العلماء: الحمد هو الشكر باللسان أو الشكر بالقول، وهذا معنى صحيح. وللعلماء في الحمد والشكر كلام طويل ليس هذا موضعه. وقولك رب العالمين، الرب من أسمائه جل في علاه المتضمن لصفة الربوبية، فالله جل وعلا هو رب العالمين، يعني هو خالقهم الذي يربيهم بنعمه جل في علاه. وأما الرحمن الرحيم فتكلم تقدم الكلام عليها. وقوله جل وعلا: مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، يعني أنه مالك ليوم الدين وهو يوم الجزاء، وإنما خصه مع أن الله مالك لكل شيء، لأن يوم الدين تتلاشى جميع الممالك ويذهب جميع الملوك ويستوي الناس، فلا مالك إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يقول إني أملك شيئاً في ذلك اليوم. ولذلك يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلذلك خصه هنا. ومعنى يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، معناها لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. والعبادة المراد بها التعبد لله جل وعلا بما شرعه رب العالمين. قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة التي تظهر على الجوارح والباطنة التي تكون بالقلب. وأما الاستعانة فهي طلب العون، والمعنى لا نستعين إلا بالله وحده لا شريك له. وقدم المعمول هنا وهو إياك، وإياك للحصر، هذه فائدة تقديم إياك هنا، يعني لا نستعين ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الآية هي واسطة هذه السورة وهي لبها، فأولها لله جل وعلا وهو عبادته وحده لا شريك له، وآخرها للعبد وهي استعانته بربه جل في علاه. وهذا خالص التوحيد. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي التوفيق والإلهام والإرشاد إلى طريق الحق، وهذا يتضمن نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، تطلبها من الله جل وعلا. ومن لم يهده الله فلا أحد يهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي. فأطلب الهداية من الله وافعل أسباب الهداية وهي سلوك الصراط المستقيم. أما أن تطلب الهداية وتسلك الصراط الأعوج
هذا لم يفعل الأسباب، من فعل هذا لم يفعل الأسباب. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: وهديناه النجدين. فإذا لابد أن تسلك أنت سبيل الرشد، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بيّن هذا الصراط، مع أنه واضح في قوله المستقيم، يعني الذي لا عوج فيه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بيّنه زيادة على هذا فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنت الآن لو ما تعرف حقيقة الصراط المستقيم، ابحث عن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم واسلك سبيلهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أكثرهم وجوداً اليوم الصالحون، الصالحون، وعلى رأسهم أئمة العلم والهدى من أهل السنة. فأنت إذا لم يكن عندك علم ولا معرفة ولا ثقافة ولا، ابحث عن العلماء الربانيين وسر خلفهم، فهم على الصراط المستقيم. وإياك ممن وإياك ومن حاد عن الصراط المستقيم. ثم بينه بيانا إضافيا حتى لا تزل ولا تضيع، قال: غير المغضوب عليهم. يعني هذا الصراط المستقيم هو صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وضده وليس ذي هو هذا الصراط المستقيم صراط أقوام غضب الله عليهم، وهم كل من غضب الله عليه بسبب أنه عرف الحق ثم حاد عنه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وقد أجمع السلف على أن ممن غضب الله عليهم مما يراد بهذه الآية هم اليهود. فإياك وسبيل اليهود، فمن اتبعه ضل ومن سار عليه زاق عن الصراط المستقيم. ثم قال: ولا الضالين. والضالون هم كل جاهل ضل عن صراط الله المستقيم بسبب جهله، وعلى رأس هؤلاء وأساسهم النصارى، فإنهم أعظم الناس جهلا بدينهم. ولذلك لم يعرفوا ربهم وهو أعظم شيء، ولم يعرفوا رسولهم وهو أعظم شيء، وضلوا عن سواء السبيل بجهلهم بالله وجهلهم برسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنه إله، وقال إنه أناس، وقال بعضهم إن نصفه إله ونصفه إلى أناس، بعضهم يسميه جزء من جزء منه لاهوت وجزء منه ناسوت. ولذلك قال بعض العلم: لعنة الله على النصارى أجمعين أكتعين أبصعين، فما ضل قوم في ربهم ولا في رسوله كما ظل هؤلاء النصارى. ما عرفوا الرب ولا عرفوا الرسول، فزاغوا عن سواء السبيل.